ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أنوسة دي زاد. فيديو اليوم نبدلو شوية، ستكون جولة في المكتبة، ومراها كما كنا نسقمو في الأدوات، احنا عندنا حاجة مقدسة هدية تاع الدخلة تاع العام، دايما نستناوها خاطش نحبو هذيك المكتبة كبيرة جاية كي سوبرات، نحبو كي نبقاو نضرو فيها. صورت لكم شوية خاطش كان الغاشي، صورت لكم شوية هذوك لي فاتخ نموت عليهم شوية في الكراطب، وضروري دوك نبداو مع الكراريس. هي ماشي حاجه كبيره، شرينا الادوات، درت لها ليست لخاوتي وشريت لهم ابل بري العام اللي فات، تقريبا جبتها نيشان كي درت لهم هذوك ليست. هذا العام ان شاء الله ثاني تكون نيشان. وانا ليا شريت زوج كيما الغوجيست تاع 192 صفحه تاع لي كارو، وشريت كراس 288، وزوج لي بوشات هذوك اللي يخبوا فيهم الورق. وخلاص خاطش كان عندي هذاك الخضر نتاعي اللي فيه تاع لي ماتيير، هذاك فيه 11 ماتيير، ولا هذاك هادو مسوال حيد ولا هنايا على اليسرى. هادو لي بوشات اللي هضرت لكم عليهم، وشريت شويه فيش كارطوني غير 4 ولا ما كثرتش. وهنايا صحه الغلافات نتاعهم، انا ما نحبش نغلف صالحي. خويا اختي شنو هم كرطاب كرطاب، اختي صغيره تنكش كرطاب بصح ما صورتوش كاغم عن جاتو. هو ده الوقت اللي انا واختي نستناوه بزاف، هو كي نحلوا لي دخوس تجي لا بارتي اللي تعجبني انا بزاف، هي تاع كي نبقاو نعمرو فيهم الناس تجي لاكول نورمال. شوف الفرق بين لاكول نتاعي ولا كول نتاع اختي، قداش الفرق، شغل ماشي دوبل، ثلاث مرات كبيره عليها. هذه هي على فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكونوا حسيتوا بالجو اللي عندنا حنايا تاع، وان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى، والى اللقاء.